اهلا بكل متابعي قناه شوارع ومعالم اسكندريه، معاكم انا اخوكم عادل والي. النهارده جولتنا بناء على طلبكم، زي ما دخلنا اسكندريه من عن طريق الصحراوي، طريق اسكندريه القاهره الصحراوي، النهارده ان شاء الله هندخلوا معاكم اسكندريه من على طريق الزراعي، اسكندريه القاهره الزراعي، وكمان طريق المصيف 45 ميامي الدولي. ولكن في البدايه، لو حضرتك اول مره تتابع القناه، يا ريت تشترك فيها، يا ريت تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك من اسفل الفيديو، لان اللايك بيساعد في نشر الفيديو. اشوفكم بعد فاصل قصير ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم من جديد في قناه شوارع ومعالم اسكندريه، معاكم عادل والي. قبل ما نبدأ جولتنا باذن الله، لابد من بعض المعلومات. انا حاليا بصور فوق كوبري اسمه كوبري الزراعي، ده طريق اسكندريه الطريق الدولي الساحلي، وكوبري الزراعي ده قاطع الطريق الزراعي مصر اسكندريه الزراعي. انا حاليا في ظهر اسكندريه، لسه ما دخلناش اسكندريه. امامي ايه بقى؟ امامي محافظه البحيره. محافظه البحيره زي ما قلنا قبل كده محاطه بها اسكندريه من كل اتجاه. البحيره خانقه اسكندريه او محوطه على اسكندريه من كل حته. مركز كف الدوار ومركز ايدكو متداخلين في حدود اسكندريه من كل اتجاهات. امامي دلوقتي كفر الدوار، البيضه، البلد، في ظهري اسكندريه. هندخلش ان شاء الله اسكندريه من الريف السكندري، من خرشد، ابيس، سموحه ان شاء الله. احنا كده ده كوبري الزراعي، ده الطريق الدولي الساحلي. انا كده في ظهري ايه؟ في ظهري ادكو، المعديه، رشيد، بورسعيد. امامي كده محرم بيه ابيس، امامي محرم بيه كارفور الداون تاون القديم، تمام كده. ده الطريق الزراعي اهو، ده كوبري الطريق الدولي الساحلي الطريق الزراعي. انا امامي كده شارع نفق 45 شمال ميامي، طريق المصيف، المعديه، ادكو، رشيد، بورسعيد. ده كوبري الزراعي طريق الدولي الساحلي. انا كده اديت ظهري للبحيره كفر دوار. انا كده دي اول حدود اسكندريه، ده الريف السكندري، دول فلاحين اسكندريه المحترمين. على الشمال ريف وعلى اليمين ريف. هي اسكندريه فيها فلاحين، اسكندريه في اماكن كتير او فيها فلاحين، ابيس فيها فلاحين، محرم بيه فيها فلاحين، المنظره فلاحين، معموره، ابو قير، العمروه، الملاحه، كل الاماكن دي فيها فلاحين. فلاحين اسكندريه موجودين، الريف السكندري موجود. ركزوا معايا بقى كده، انا على شمالي ابيس، كرة ابيس. طبعا المنطقه اللي انتوا شايفينها كلها دي كانت في يوم من الايام جزء من بحيره مريوط اللي احنا بنقول عليها الملاحه. المنطقه دي لحد البيضه البلد في كفر دوار كانت امتداد لبحيره مريوط او الملاحه زي احنا بنقول عليها. على شمالي كده كرة أبيس، أبيس 10 كرة. على يميني في بقى خرشد، الإبلية، في الزويدة، في عزبة محسن، في الأمام كوبري أبيس ومدخل اسكندرية الزراعي. في ظهري أو في الخلف حافظ البحيرة، كفر الدوار. المسافة ما بين هنا بين مدخل اسكندرية والقاهرة 199 كيلو بإذن الله، أو حوالي 200 كيلو. المسافة من هنا إلى عاصمة البحيرة دمنهور 49 كيلو. فكده يلا بينا بإذن الله نخش اسكندرية إن شاء الله. ولكن عشان خاطر التعليقات، اللي بقاله كتير ما شافش مدخل اسكندرية الزراعي ما يتفوجئش بالتغير الكبير اللي حصل في خلال 10 سنوات الأخيرة من 2010-2011. طبعا حصل مباني كتير قوي في الأراضي الزراعية، حصل في تطورات، حصل في كومباوندات، حصل في شركات، حصل في مدارس، كل ده اتبنى في الرقعة الزراعية. فعشان برضو اوفر عليكم، اللي في ناس بتبالغ قوي في التعليقات، وانا بجد والله انا الحمد لله برد على كل التعليقات، بس يا ريت يكون التعليق يكون مفيد عشان ارد برضو باجابه مفيده. على بركه الله يلا بينا ندخلوا اسكندريه من على الطريق الزراعي. الكوبري اللي هيقابلنا ده، ده كوبري الزراعي اللي انا كنت بصور من فوق منه، بس انا رجعت ورا شويه عشان اقول لكم ان الدخله يمين دي طلعك على طريق المصيف 45 ميامي البحر. الدخله يمين دي تطلع على الدولي نفق كوبري 45 شمال، تلاقي نفسك عند الاسدين. ده كوبري الزراعي
اللي ده طريق احنا كده تحت طريق الدولي وده كوبري الزراعة. احنا كده دخلنا باذن الله حدود اسكندريه، احنا كده في الريف السكندري، فلاحين اسكندريه المحترمين، احنا كده في محافظه اسكندريه. مرحبا بكم في محافظه اسكندريه. طبعا مزارع على اليمين ومزارع على الشمال، ولكن كان زمان المنظر غير كده. دلوقتي هتشوفوا الدنيا اتغيرت، في ناس شايفاها اللي هي اتغيرت للاحسن، وفي ناس شايفاها اللي اتغيرت للأسوأ. ده وطني وده وطن، ده بيحب البلد وده بيحب البلد، بس يا ريت يعني التعليقات تكون يعني في الحدود. يعني كده على اليمين في زي ما قلت لكم خرشد، الزوايدة، طريق السكك الحديد اسكندرية القاهرة، في ترعة المحمودية، في عزبة محسن، على الشمال في كرة أبيس، أبيس القرية الثانية الرئيسية، القرية الأولى الرئيسية، الكواتلية، أبيس الثالثة الرئيسية، القرية الرابعة الرئيسية، كل ده شمال. أمامنا طبعا أول حاجة هتقابلنا إن شاء الله هيقابلنا كوبري أبيس. طبعا في محطة قطر اسمها محطة قطر أبيس، أول محطات قبل سيدي جابر، أول محطة قبل سيدي جابر محطة قطر أبيس. دي كده خرشد الإبلية، في خرشد البحرية اللي هي بجوار ترعة المحمودية، دي خرشد الإبلية، في خرشد البحرية. طبعا هنا طبعا في بقى الناس كلهم اللي على الشمال واليمين بيعملوا بقى من الفجر بقى فطير مشلتت وجبنة قديمة وجبنة قريش وعسل وعيش بلدي وقرص، وكل ده بيتباع للي داخلين اسكندرية، ضيوف اسكندرية اللي داخلين مشرفينا في أي وقت. على اليمين وعلى الشمال هتلاقي بقى اللي بيبيعوا الذرة واللي بتبيع الفطير بتعمله طازة سخن كده، والعيش البلدي والعيش الفلاحي والجبنة القريش الفلاحي كل ده. ده بص اول بقى المباني اللي مبنية اللي احنا هنشوفوها، هتشوف من ده كتير، كل ده في وسط المزارع او في وسط الحقول الزراعية. الكلام ده كله حصل امتى؟ في خلال 10 سنين اللي فاتوا، اراضي اتبورت، عماير طلعت، مدارس اجنبية، كومباوندات، حق الناس اللي كانت بتقول ياي ومش ياي، سكنت في وسط الغيطان مش مهماش، اهم حاجه ايه الشقق الواسعه والفيو الحلو. طبعا احنا حصل فيه مشكله في الكاميرا فما عرفتش اصور لكم. في هنا مدافن خرشد، احدث مدافن بنيت في اسكندريه اسمها مدافن خرشد، ولكن هي مدافن سعرها غالي، هي مدافن بس هي مدافن يعني مدافن محترمة جدا. يعني مدافن خرشد مبنية في الأراضي الزراعية. بص دي كمية مباني اتبنت جديدة في الأراضي الزراعية، وعلى الشمال في مدارس، مدارس دولية، مدارس أجنبية، مدارس مصرية، كمية مدارس رهيبة. بص كمية مباني وعماير، كل ده ما كانش موجود من 10 سنين. كل المباني دي كل دي كانت عبارة عن زراعات. طبعا اللي على الشمال دي طبعا اصلاح الزراعي، مفارخ الاصلاح الزراعي، مدارس، بس كل دي مدارس، مدارس دولية كلها على الشمال، وعلى اليمين مدارس. الفنانة كوكا ليها مصنع هنا على اليمين، مصنع ملابس الفنانة كوكا اللي كانت في فيلم عنتر بن شداد. احنا كده داخلين على كوبري ابيس. طبعا زي ما قلت لكم المناطق الشمال كله ابيس، شمال الصوره كلها ابيس، كره ابيس وخرشه الابليه، يمين الصوره في سكينه، عزب السكينه والعوايد. طبعا دي مستشفى جديده، وفي دي مدارس تيمور. على اليمين قلت لكم سكينه والعوايد والسيوف شماعه، ده مدخل اسكندريه القديم بتاع المحجوب. كده اليمين كده دخلك كده عزبة سكينة والعوايد. احنا كده داخلين على كوبري ابيس، ده كوبري ابيس، ما زلنا في الريف السكندري، ما زلنا في الريف السكندري. العلم جزء كبير من منطقة سموح حاليا كانت ريف، والى الان يعني ده كوبري ابيس،
واللي على الشمال دي كلها منطقة أبيس، 10 قرى أو 10 مناطق. على يمين العوايد، سيوف، راس السودة. احنا كده داخلين على مدخل سموحة. سموحة طبعا حاليا من أرقى أماكن اسكندرية، وده بس ده ممنعش اللي سموحة فيها كانت زمان كانت أراضي هيش وبوس ومزارع وغيطان. اللي على الشمال دي برضو الرابعة النصرية، اسمها الرابعة النصرية، كرة من كرة أبيس، بس هم حاليا بيسموا نفسهم شرق سموحة. دلوقتي كل المنطقة دلوقتي شرق سموحة، غرب سموحة، جنب سموحة، فوق سموحة، أي حاجة دلوقتي بيقولوا عليها إيه؟ سموحة يعني. بص اللي على اليمين دي مزارع كلية الزراعة، جامعة اسكندرية. اللي على الشمال قلنا الرابعة النصرية، وخلف الرابعة النصرية أو خلف الصورة شمال في امتداد بحيرة مريوط أو الملاحة خلف المباني. طبعا قلنا لكم على اليمين دي مزارع كلية الزراعة. المنطقة دي زمان كنا بيسموها منطقة الحظاير، أو سوري بالبلد دي كنا بيسموها منطقة الزرايب، لأن فيها الحظاير بتاعة كلية الزراعة، المواشي. اتبنى جنبها كومباوندات دلوقتي، حاجة بسم الله ما شاء الله، جنب الحظاير يعني. كل المباني دي مباني جديدة. طبعا على الشمال في الغابة الترفيهية زمان، أصبحت حاليا جزء راح لنادي الاتحاد السكندري ملعب، وجزء لنادي سموحة، وفي مسجد كبير جدا محترم اتعمل. ما زلنا على يمنا مزارع وغيطان، احنا لسه في الريف السكندري، داخلين على سموحة. ده الطريق الزراعي اسكندرية القاهرة الزراعي. ما تنسوش تعملوا لايك، لان اللايك بيساعد على نشر الفيديو، فما تنسوش تعملوا لايك. كومباوند الجامد ده تحت منه الحظاير بتاعه كليه الزراعه، الكومباوند الجامد ده بتاع مدينه الصيدله رقم 5 أو 6، تحتها بص ده تحت الكومباوند حظاير كليه الزراعه. ده تطور بتاع المنطقه يعني، احنا كنا بنسموها منطقة الزرايب زمان. كومباوندات حاجة بسم الله ما شاء الله يعني، الأسعار هنا خيالية، ولكن أراضي زراعية. ده بقى كان زمان المعرض الزراعي الصناعي. وعلى الشمال في ملعب الاتحاد السكندري الجديد، وعلى اليمين ده مبنى المحافظة الجديد. طبعا المحافظة القديم كان في شارع فؤاد، وأرض المحافظة حاليا في شارع فؤاد عملوها جراج. على الشمال زي ما قلت لكم كان هنا الغابة الترفية بتاعت زمان. من هنا بقى في بقى المشاريع الجديدة الكبيرة، الكباري الجديدة اللي عملت طفرة في المواصلات ونقل الناس من الشمال لليمين ومن الأقصى الجنوب لأقصى الشمال. دي الكباري الجديدة، دخلك يمين سموحة، طلعك شمال مطار النزهة، يمين كده تخش بقى سموحة، نادي الجياد ونادي سموحة وسيدي جابر. طوالي كده زي ما انت ماشي معايا توصل بقى عزبة المطار ومطار النزهة ونادي الصيد ومحرم بيه والموقف الجديد يمين الشاطبي الأزاريطة. الشارع ده اللي احنا ماشيين فيه ما زلنا في الطريق الزراعي، ولكن هما هنا بيسموه من اول هنا كده شارع او طريق طلعت مصطفى، لان رجل الاعمال طلعت مصطفى ليه اعمال خيرية هنا كتير قوي. طبعا المباني على اليمين دي كلها جرين بلازا، ظهر جرين بلازا وهيلتون جرين بلازا، كل ده كان زمان مخازن محمد رجب، مخازن اعلاف، وكانت بوس ويس سبحانه مغير احوال، وكان في ناس هنا بتعمل حدادين بيعملوا تشكيل معادن. طبعا دي كلها الكباري الجديده، شغل جميل والله، مشاريع محترمه. الكومباوند اللي على اليمين ده كومباوند جميل جدا عجبني، اسمه انتونيادس، اسمه كومباوند انتونيادس، حاجه محترمه جدا. طبعا على اليمين الصوره برضو في جامعه فاروس، وفي شركه لورد بتاعت الشفرات الحلاقة، وفي النزهة، وفي حديقة أنتونيادس. كل ده يمين، طبعا سموحة يمين برضو. أنا كده طوالي كده عزبة المطار ومطار النزهة القديم ومنطقة نادي الصيد ومحرم بيه والموقف الجديد، خش يمين
اسكندرية الشاطبي الأزاريطة. طبعا ده سكك ده على اليمين اهو في طريق قطر، ده سكك حديد اسكندرية مطروح سلوم، سكك حديد اسكندرية مطروح سلوم. على يمين الصورة وشمالها دي عزبة المطار، طبعا دي الكباري، كباري جديدة، مشاريع محترمة، مشاريع عملت طفرة، عملت نقلة كبيرة جدا في المواصلات في اسكندرية. على شمالي كده هتلاقي مطار اسكندرية الدولي سابقا القديم، او مطار النزهة، احنا بنسموه مطار النزهة. طبعا دلوقتي المطار الرئيسي في اسكندرية مطار برج العرب. دي ارض الشمال دي كلها ارض مطار النزهة الى الداون تاون القديم ومشارف كارفور كده. على شمالي كده دي ارض مطار النزهة او مطار اسكندرية الدولي سابقا. تعالي والله اعلم هو حاليا مش شغال. ما زلنا على الطريق الزراعي اسكندرية القاهرة الزراعي. ده كده المنطقة اللي جاية شمال منطقة نادي الصيد، والمنطقة اللي على اليمين اسمها منطقة الخشب. احنا كده في نهاية جولتنا داخلين كده على صناعية محرم بيه، نفس النقطة اللي احنا دخلنا فيها اسكندرية من على الطريق الصحراوي. احنا كده داخلين على الشمال هتبقى منطقة نادي الصيد، على اليمين هيبقى محرم بيه، طوالي هيبقى الموقف الجديد الأباري طريق الساحل. ياريت لو انت اول مرة تتابعنا ياريت تشترك في القناة، ياريت تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ما تنسوش تعملوا لايك من اسفل الفيديو لان اللايك بيساعد على نشر الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة. قبل ما انهي احب اقول لكم برضو ان احنا كده خلاص على مشارف صناعية محرم بيه، تخش يمين من شركة الزيوت المستخلصة، تخش شاطبي الأزاريطة، على الشمال نادي الصيد، في وشك الموقف الجديد.